يلا بسم الله. بص يا ولاد، احنا النهارده ان شاء الله هنبدا نتكلم عن ماده الهيستولوجي. طبعا كلنا عارفين الهيستولوجي ده اللي هو يعني ايه بالعربي، اللي هو علم الانسجه والخلايا. المفروض ان حضرتك السنه دي ان شاء الله هتدرس حاجات او هتدرس جسم الانسان بس بشكل طبيعي، لان انت طبعا قبل ما تدرس الامراض لابد ان انت تدرس شكل جسم الانسان هو ايه، هو طبيعي. انت اكيد ما ينفعش، انت طبعا هتتعامل مع انسان هيكون مريض او عنده خلل في الانسجه والخلايا بتاعته، فانت ما ينفعش تصلح الحاجه الا لو انت عارف اصلها. يعني انا دلوقتي ينفع اقول لك خد موتور العربيه ده صلحه بايظ، انت تصلحه؟ مش هتعرف. ليه؟ لان انت مش عارف الموتور الاصلي عامل ازاي. فانت كذلك لابد ان انت تدرس الاول جسم الانسان بشكل سليم. فاحنا دلوقتي هتلاقي ان معظم المواد اللي انت بتدرسها حاليا هتلاقيها كلها بتتكلم عن شكل جسم الانسان الايه، الطبيعي. حد فاهم انا عايز اقول ايه؟ يبقى احنا دلوقتي هندرس جسم الانسان بس بشكل ايه، طبيعي. المفروض يا اخوانا ان احنا لما نيجي ندرس اي حاجه لابد نبدا باصغر وحده موجوده فيها. فاحنا علشان نفهم جسم الانسان شغال ازاي عايزين ندرس ايه، اصغر حاجه في الانسان. ايه اصغر حاجه في الانسان؟ السل. السل هي الايه، الخليه. فالمفروض ان احنا بنبدا دراسه بالايه، بالسل او الخليه. بس احنا عندنا قبل ما ندخل في شابتر السل، قبل ما ندخل في الخليه وندرسها كويس، عندنا صفحه كده في بدايه كتاب الكليه، انت لو بتتابع معايا من المذكره بتاعتي او من الكتاب هتلاقي هما الاثنين نفس بعض، بس انا عندي الدنيا ملونه في شويه صور توضيحيه، لكن في النهايه نفس المعلومات اللي موجوده في كتاب الكليه هتلاقيها هي اللي موجوده في الايه، في المذكره. حلو كده. هنتكلم دلوقتي عن ايه، اول صفحه في الكتاب اسمها انترودكشن. انترودكشن يعني ايه؟ مقدمه. مقدمه يعني عايز يقول لك يعني ايه علم الهيستولوجي، احنا هندرس ايه جواه، الحاجات دي كلها. اول حاجه عشان اعرفك يعني ايه كلمه هيستولوجي، المفروض يا اولاد ان هيستو اللي في الاول دي معناها تيشو. عارف يعني ايه تيشو؟ يعني نسيج. واولوجي اللي في الاخر دي معناها ساينس. عارفين يعني ايه ساينس؟ يعني علم. فواضح ان كلمه هيستولوجي معناها علم الايه، علم الانسجه والخلايا. بس احنا بنبدا بدراسه مين زي ما قلت لك؟ الخليه. اشمعنى الخليه؟ علشان هي ايه، اصغر حاجه في جسم الانسان، وانا لازم افهمها كويس عشان اقدر افهم الجسم كله على بعضه. لو جيت حضرتك، بس خلي بالك احنا بندرس انسجه الجسم تحت الميكروسكوب، يعني الهيستولوجي احنا بنجيب الخلايا بتاعت الجسم المختلفه وبنبص على شكلها في الايه، في الميكروسكوب. لان انا لو جبت لك خليه بعينك المجرده وقلت لك بص عليها مش هتشوفها. فانا عشان افحص الانسجه دي ببص عليها بالايه، بالميكروسكوب. فواضح ان علم الهيستولوجي بيدرس الخلايا في جسم الانسان، بس احنا عشان نشوف الخلايا دي كويس بنحطها في الايه، في الميكروسكوب. تعال نقرا تعريف علم الهيستولوجي. يعني ايه هيستولوجي؟ قال لك في الاول اهوت، لاني كاتب لك ان هيستو معناها ايه، تيشو. يعني كلمه هيستو معناها نسيج، واولوجي معناها ايه، ساينس. ساينس يعني ايه، علم. فبيقول لك ان علم الهيستولوجي اتذا ساينس، انه العلم ذات ديلز، الذي يتعامل مع ايه، الميكروسكوبك ستادي اوف نورمال تيشوز. عارف يعني ايه؟ الدراسه الميكروسكوبيه للانسجه الطبيعيه. حد فاهم يعني ايه هيستولوجي؟ علم الهيستولوجي هو علم بيدرس الانسجه الطبيعيه بتاعت جسم الانسان، بس عشان يدرسها بنبص عليها بالايه، بالميكروسكوب. ممتاز. طيب احنا بندرس الهيستولوجي ده ازاي؟ بص انا هقول لحضرتك على حاجه، الفكره اللي احنا هنمشي بيها طول السنه ان احنا الكتاب مترتب ترتيب معين. الترتيب المعين ده ماشي ازاي؟ زي ما قلت لك ان مين اصغر حاجه في جسم الانسان؟ الخليه. فاحنا بنبدا بالايه، بالخليه. بعد ما نخلص الخليه هندخل في مرحله تانية اكبر شويه اسمها مرحله التيشوز. عارف اللي هي الايه، الانسجه. فهندرس بقى الانسجه اللي في جسم الانسان. احنا اول حاجه عندنا خليه، هنخلص الخليه ان شاء الله ندخل بقى على ايه، الانسجه. فهندرس مثلا حاجه اسمها ابيثيليال تيشو اللي هو النسيج الطلائي، هندرس حاجه اسمها كونكتيف تيشو، مش عايزك تحفظهم دلوقتي، اللي هو النسيج الضام، هندرس حاجه اسمها ماسكولار تيشو اللي هو نسيج العضلات، هندرس حاجه اسمها نيرفوس تيشو اللي هو النسيج العصبي. واضح ان احنا، انا مش عايزك تحفظهم، انا عايزك بس تعرف ان احنا لما نخلص الايه، السيلز، هنتنقل لمرحله اكبر شويه، مرحله الايه، التيشوز، الانسجه. خلاص. بعد ما نخلص التيشوز ان شاء الله هنبدا نتكلم عن الايه، الاورجنز. عارف يعني ايه؟ الاعضاء. فهنبدا ندرس مثلا الكبد، هنبدا ندرس بعض الاعضاء اللي موجوده في الجسم. يبقى احنا لما نخلص الايه، تيشوز، نتنقل لمرحله بعدها اكبر شويه، مرحله الايه، ها، الاورجنز. بعد ما نخلص الاورجنز بندرس الايه، ها، السيستمز. عارف السيستمز اللي هي الايه، الاجهزه، يعني الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، الجهاز بيبقى اكتر من عضو مع بعض. فهمت كده؟ حد عارف دلوقتي الهيستولوجي بنبدا دراسه بايه، بالسل. بعد ما بنخلص الخلايا بندخل على ايه، التيشوز، الانسجه. بس انا مش عايزك تعرف ايه هي الانسجه دي، لان احنا كده كده هندرسها، فما تشغلش بالك دلوقتي ان انت تعرف مين هم الانسجه اللي هندرسها، ما تقلقش، احنا كده كده الحاجات دي كلها هندرسها واحد ورا التاني. بعد ما بنخلص مرحله الانسجه بنتنقل لحاجه اكبر شويه اللي هي ايه،
الاورجنز بعد ما نخلص الاعضاء بنتنقل لحاجه اكبر شويه اللي هي السيستمز. حد فاهم الفكره ماشيه ازاي؟ ممتاز. كده احنا خلصنا نقطتين، اول حاجه عرفنا يعني ايه كلمه هيستولوجي، وعرفنا احنا هنمشي ازاي جوه المنهج او ايه الخطه بتاعت الدراسه بتاعتنا. ممتاز. واحنا بنعرف ماده الهيستولوجي اتفقنا ان احنا بنفحص الانسجه بالايه؟ بالميكروسكوب. فانا عندي تو تايبس او نوعين من الميكروسكوبات بنستخدمهم، في حاجه اسمها الميكروسكوب الضوئي وفي حاجه اسمها الميكروسكوب الالكتروني. يعني انا مثلا عندي نسيج عايز ابص ايه عليه عشان افحصه، ببص عليه كم مره؟ مرتين. ببص عليه مره باللايت ميكروسكوب، عارفين اللايت ميكروسكوب ولا لا؟ اللي هو الميكروسكوب الضوئي اللي هو الصغير ده اللي فيه لمبه، الميكروسكوبات اللي انت بتشوفها في في المعمل وفي الحاجات دي، خلاص ده اسمه ايه؟ لا اسمه ايه؟ لايت ميكروسكوب، اللي هو الميكروسكوب الايه؟ الضوئي، او بنكتبه كده اختصارا في الامتحانات وفي الحاجات ال ام دي مش سجاير، ال ام ده اللي هو ايه؟ ها؟ لايت ميكروسكوب، يعني الميكروسكوب الايه؟ الضوئي. طيب خلي بال سيادتك ان احنا كمان بنستخدم نوع تاني من الميكروسكوبات اسمه اي ام، اللي هو الكترون مايكروسكوب، اللي هو الميكروسكوب الالكتروني. انا عايز حد يقول لي لو انا عندي نسيج، النسيج ده انا عايز افحصه، هبص عليه كم مره؟ مرتين. مره بايه؟ باللايت مايكروسكوب اللي هو الميكروسكوب الايه؟ الضوئي، ومره بالايه؟ الاي الالكترون مايكروسكوب. عرفت عندنا كم نوع من الميكروسكوبات؟ ها؟ اثنين. ها؟ لايت، برافو عليك. طب احنا دلوقتي اشمعنى يعني بنفحص النسيج بنوعين من الميكروسكوبات؟ ما لو في واحد فيهم احسن من الثاني ما نختاره وخلاص، يعني ليه بنتعب نفسنا؟ قال لك لا، اصل كل واحد فيهم عنده مميزات وعيوب، فاهم قصدي؟ فاحنا عشان كده بنفحص بالاثنين عشان ناخد المميزات بتاعت الايه؟ الاثنين. طب تعالى نقارن مقارنه ما بين اللايت والالكترون مايكروسكوب. شايف الجدول اللي عندك ده؟ هو اول جدول في المنهج. خلي بالك ان الجداول مهمه جدا، دايما النقاط المهمه دي بمجمعينها في ايه؟ في جداول. فالجدول ده جدول مهم، ده جدول مقارنه ما بين ايه؟ ها؟ اللايت مايكروسكوب والالكترون اللي هو الميكروسكوب الضوئي والميكروسكوب الالكتروني. خلي بالك ان ده، بص كده، ليه اسمه ميكروسكوب ضوئي؟ عشان هو بيستخدم الضوء. انا دلوقتي الميكروسكوب اللي هو العادي ده بيبقى فيه ايه؟ لمبه، فاللمبه دي بتطلع ايه؟ ضوء، فالضوء ده بيسقط على النسيج فبيخليك تعرف تشوفه في الايه؟ في العدسه، في الميكروسكوب. فهمت كده؟ فهو اسمه ميكروسكوب ضوئي ليه؟ عشان هو واضح كده. اقرا كده اول حاجه في الجدول، سورس اوف الليومينيشن، يعني مصدر الايه؟ الاضاءه، بيبقى عباره عن داي لايت اور الكتريكال لايت. عارف يعني ايه؟ يعني يا اما الميكروسكوب بنحطه في ضوء الشمس عشان نشوف، يا اما الكتريكال لايت اللي هو لمبه يعني. خلاص كده؟ يبقى السورس اوف الليومينيشن اللي هو مصدر الاضاءه. ايه رايك؟ اللايت مايكروسكوب اسمه لايت ليه؟ عشان احنا بنستخدم فيه لمبه. فهمت كده؟ يبقى مصدر الضوء بيبقى عباره عن الداي لايت اللي هو ضوء الشمس، او ها الكتريكال لايت اللي هو لمبه يعني. انما الميكروسكوب بص اسمه ايه؟ الكتروني. ايه رايك؟ ايه اللي بيسقط على الشريحه؟ الكترونات. هو اسمه ميكروسكوب ايه؟ الكتروني. بيبقى فيه حاجه اسمها الكترون جن، عارف يعني ايه؟ يعني فيه زي حاجه كده بتطلع ايه؟ الكترونات تسقط على الشريحه. فده بيستخدم لمبه عشان كده اسمه لايت، وده بيستخدم الكترونات فعشان كده اسمه الكترون. يبقى اذا ايه مصدر الاضاءه ومصدر الالومينيشن في الثاني؟ بيم اوف الكترونز، يعني ايه؟ شعاع من الالكترونات. يبقى الاولاني بيستخدم ايه؟ ها؟ داي لايت او الكتريكال لامب او لمبه يعني، الكتريكال لايت. الثاني بيستخدم بيم اوف الكترونز، يعني شعاع من الالكترونات. على فكره اقول لك على حاجه عشان نريح دماغنا من قبل ما نكمل الجدول، انا هقول لحضرتك على حاجه. انتوا عارفين يا اولاد من الاخر كده ايه اكبر ميزه في اللايت مايكروسكوب وايه اكبر عيب؟ هو عنده ايه؟ ها؟ ميزه وايه؟ وعيب. والثاني برده عنده ايه؟ ميزه وايه؟ وعيب. بص كده ركز معايا قبل ما نكمل الجدول عشان تبقى انت في الاخر فهمت وخلاص، من قبل ما نقرا الجدول تبقى انت عرفت ايه الفكره الرئيسيه اللي احنا بنلف وبندور حواليها. بص يا اولاد، الميزه في اللايت مايكروسكوب انه بيطلع الصوره الوان. يعني انا لو عندي نسيج ببص عليه في الميكروسكوب الضوئي هشوف النسيج ايه؟ ملون. يعني في اجزاء واخده لون ازرق، اجزاء واخده لون احمر، هلاقي الصوره ملونه، ودي حاجه حلوه. عارف ليه؟ لان انا حضرتك اقدر افرق ما بين الاشياء بالالوان. يعني انا مثلا ببص على الخليه ببقى عارف ان الميتوكوندريا هيطلع لونها احمر، الريبوزوم هيطلع لونه ازرق، مش عارف مين هيطلع لونه ايه. فالحاجات دي اللون المختلف بيخليك تميز ان دي حاجه ودي حاجه غيرها. فواضح ان ايه الميزه في الميكروسكوب ده؟ ان هو بيطلع صوره ايه؟ بس هو جسم الانسان غير ملون. يعني انا لو جبت نسيج من جسم الانسان حطيته في الميكروسكوب الضوئي مش هيطلع الوان، ده انا اللي بضيف حاجه اسمها ستينز عشان تحسن من الظهور. ستينز يعني ايه؟
صبغات. يعني انا هل بجيب الشريحه من الانسان احطها في، يعني اقطع نسيج احطه في الميكروسكوب؟ لا، بعد بحط عليه الاول حاجه اسمها ايه، استين. ايه فايده الاستين؟ انها بتخلي الحاجات اوضح، بتدي كل حاجه لون. لان انا لو جبت النسيج حطيته في الميكروسكوب على طول، الحاجات كلها بتبقى لونها قريب من بعض، فانا مش عارف ايه افرق ما بينهم. فواضح ان الميكروسكوب ده الميزه بتاعته ها انه بيطلع الصور ايه، بس انا عشان اطلع الصور ملونه بضيف حاجه اسمها ايه بقى، ها ستينز. يعني ايه ستينز بقى؟ دي يعني ايه الصبغات. فاهمين حاجه ده ولا في الضياع؟ ها تمام كده، ممتاز. عارف ايه العيب بتاعه؟ ان قوه التكبير بتاعته ضعيفه، يعني التكبير بتاعه قليل، لا يتعدى ال 1500 مره ابدا. يعني هو بيكبر الحاجه كم مره؟ دي قليل على فكره. يعني عارف الميتوكوندريا اللي جوه الخليه بتشوفها عامله ازاي؟ نقطه. يعني انا لو عندي خليه ببص على الميتوكوندريا في الميكروسكوب الايه؟ الضوئي، بلاقيها عامله ازاي؟ نقطه صغيره، ولان قوه التكبير بتاعته ايه؟ ضعيفه. حد يعرف ايه الميزه وايه العيب في الميكروسكوب الضوئي او اللايت ميكروسكوب؟ اه ها، الميزه انه بيطلع الصوره ايه؟ ملونه، ودي حاجه حلوه عشان كل حاجه تاخد لون مختلف فاعرف ايه افرق ما بينها. العيب انه قوه التكبير بتاعته ضعيفه، اخرها انها توصل لحد كام؟ 1500 مره. عارف ده؟ الميزه بتاعته ان قوه اللي هو الميكروسكوب الايه؟ لا الميكروسكوب الالكتروني، تمام؟ الميكروسكوب الالكتروني. ده الميزه بتاعته ان قوه التكبير عاليه جدا، ممكن تتخطى ال 100,000 مره. حد فيهم حاجه؟ يعني بيكبر حاجه ايه؟ يعني عارف الميتوكوندريا هنا كنا بنشوفها عباره عن ايه؟ نقطة. عارف الميتوكوندريا هنا هتشوفها عبارة عن ايه؟ قد كده. واضح ان الميكروسكوب ده بيعمل ايه؟ بيطلع التفاصيل اوضح. يعني اسألك سؤال، لو انا محتاج حاجة اشوفها كويس من جوه استخدم مين احسن؟ الكترون ميكروسكوب. لكن لو من بعيد وعايز اشوف بس الحاجات كده، مين هنا ومين هنا؟ اللايت ميكروسكوب. طيب خلي بالك ان اللايت ميكروسكوب سهل في الاستخدام. ده ميكروسكوب انت ممكن تشتري واحد، يعني انت ممكن تنزل في شارع القصر العيني ده تشتري ميكروسكوب، هتشتري انهي واحد؟ لايت. انما الكترون ميكروسكوب ده لا، ده الجامعه كلها ما عندهاش غير واحده واحده، فاهم؟ فده حاجه غاليه، وبعدين الطالب ما بيدخلش عليه اصلا. ده انت بنصور الصوره وبنجيبها لك نقول لك دي متصوره بالالكترون ميكروسكوب، انت مش هتشوفه اصلا. فهمت الفكره؟ فمين اللي سهل في الاستخدام؟ يعني احنا بنستخدم مين اكتر؟ اللايت، عشان سهل ورخيص والدنيا ماشيه واي واحد ممكن يبقى عنده لايت ميكروسكوب. انما الكترون ميكروسكوب ده قصه شويه، بس بيطلع تفاصيل ايه؟ تفاصيل واضحه قوي. ليه؟ لان قوه التكبير بتاعته تتعدى ها ال 100,000 ايه؟ بقى. طب ايه العيب اللي فيه؟ العيب ان الصوره بتاعته بتطلع ابيض واسود. يعني الميتوكوندريا هنا هتطلع شكلها هيطلع هيظهر الشكل الطبيعي بتاعها. بص هتطلع عامله كده. طبعا احنا عارفين ان الميتوكوندريا بيكون فيها زي ايه؟ هندرس الكلام ده ان شاء الله. تعرجات من جوه كده، بس هيطلع الصوره فيها الوان ايه؟ ابيض وايه؟ واسود بس. لكن هنا ده بيطلع حاجات لونها احمر وحاجات لونها ازرق وحاجات لونها اخضر. فواضح ان ده بيطلع ايه؟ الوان، انما ده الصوره بتاعته بتكون ايه؟ ابيض واسود. احنا اصلا بندرس ايه دلوقتي عشان انا قلقان عليكم؟ ها؟ الاستولوجي. الاستولوجي ده احنا بنتكلم دلوقتي، عارف الصفحه الاولى في الكتاب دي اسمها ايه؟ انتروداكشن، يعني مقدمه. اول حاجه عمل لنا تعريف لعلم الايه؟ الاستولوجي. قال لك هذا العلم هو العلم الذي يتعامل مع الانسجه الطبيعيه تحت الايه؟ الميكروسكوب. بعدين قال لك احنا هندرس ازاي؟ فقال لك والله بنبدا بالخليه وبعدين ايه؟ نكبر شويه بشويه. وبعدين قال لك بما ان احنا بنستخدم الميكروسكوب فتعالى اقول لك انواع الايه؟ الميكروسكوبات. انتوا فاهمين يا اولاد المنهج؟ ماشي. شوف لما تفهم بقى الموضوع كلمه بكلمه. انواع الميكروسكوبات فيها كم نوع؟ نوعين، لايت والكترون. من الاخر انت فهمت ايه احسن ميزه في اللايت؟ انه بيطلع ايه؟ الوان. وايه العيب اللي فيه؟ ان قوه التكبير بتاعته ضعيفه. طب الميكروسكوب الالكتروني ايه الميزه؟ ان قوه التكبير ايه؟ عاليه، بس الالوان ابيض واسود. تعال بقى نكمل الجدول بتاعنا. احنا كده خدنا اول نقطه في الجدول. النقطه الثانيه الستيند، يعني الستينز الصبغات. ايه رايك؟ اول واحد بيستخدم ميني ستينز وميني كلرز، يعني بيستخدم صبغات عديده وبيطلع ايه؟ الوان عديده، اللي هو الاولاني لايت. انما الالكترون مايكروسكوب ايه رايك؟ ما بيستخدمش غير صبغه واحده اللي هي اسمها اوزميك اسيد، دي بتطلع اللون اسود. يعني احنا بنضيف في الميكروسكوب الالكتروني كام صبغه؟ واحده اللي هي بيبقى لونها لو خبطت في الحاجه يطلع لونها اسود، ما خبطتش يطلع لونها ايه؟ ابيض. يعني عشان كده بيطلع ايه؟ يا ابيض يا ايه؟ يا اسود. مين الصبغه المستخدمه في الالكترون مايكروسكوب؟ اسمها ايه؟ اوزميك اسيد، ودي بيطلع لونها ايه؟ بلاك. فهمت كده؟ طيب بس انا عايز اقول لكم على حاجه، بما ان احنا يعني ناس شاطرين وبادئين بدايه مختلفه. هو الموضوع مش بيطلع ابيض واسود بالظبط، احنا بنقول كده مجازا، لكن هو بيطلع شيدز اوف جراي. عارف يعني ايه؟ بص درجات اللي ما بين اللون الابيض والايه؟ والاسود. يعني بيطلع ايه؟ اسود ورمادي غامق
ورمادي متوسط ورمادي فاتح ورمادي فاتح جدا خالص وابيض، فاهم؟ ليها درجات الالوان اللي ما بين ايه الاسود والابيض، بس في النهايه احنا بنلعب في رينج الايه الابيض والاسود. انما مين اللي بيطلع الوان بقى كتير خالص؟ اللايت ميكروسكوب. اللايت ميكروسكوب بيستخدم صبغات عديده وبيطلع الوان عديده، انما الميكروسكوب الالكتروني بيستخدم كام صبغه؟ واحده، وبيطلع الالوان اللي ما بين ايه شيدز اوف جراي. يعني ايه شيدز اوف جراي؟ اللي هو درجات اللي ما بين الابيض والاسود. ممتاز. بعد كده ماجنيفيكيشن باور، عارف يعني قوه الايه التكبير؟ ايه رايك؟ اول واحد ده اخره في التكبير كام؟ 1500. طب الثاني بيتعدى يتخطى الايه ال 100000 مره. فيلد اكزامين، دي محتاجه يعني منك سنه تركيز شويه. دلوقتي الميكروسكوب ده، شوف اما اشوف بقى كده ابدا اختبر. احنا طبعا هنقعد في الاول كده حوالي 3 محاضرات، بمشي مش بكون محدد كميه معينه اخلصها، انت اللي بتخليني اخلص قد ايه يعني. انت لو ماشي معايا نزود 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 لحد ما، لكن بعد كده من بعد اول 3 محاضرات انا اللي بكون محدد الكميه اللي انا اخلصها في المحاضره، فاهم قصدي؟ بس انت بعد 3 محاضرات هتبقى استاذ، انا عارف انا بقول لك ايه ان شاء الله. بص يا سيدي، يعني ايه فيلد اكزامند؟ يعني الميكروسكوب ده بيقدر يفحص قد ايه، ازاي يعني؟ بص كده ركز معايا عشان هسالكم انتوا قبل ما اشرح، انا مش غير ما اشرح. الميكروسكوب اللي هو الضوئي قوه التكبير بتاعته ايه؟ يعني ضعيفه، فبيبص على الحاجات ايه من بعيد. فانت لو جيت تفحص ممكن تفحص كذا خليه جنب بعض، يعني لو عندي خليه وخليه وخليه اعرف احطهم في الايه في اللايت ميكروسكوب واشوفهم. ليه؟ لان هو بيشوف منين؟ من بعيد قوي، لان قوه التكبير بتاعته ايه ضعيفه. انما الميكروسكوب الالكتروني استحاله تقدر تفحص ثلاث خلايا جنب بعض، لان هو بيدخل جوه الخليه، فانت ما تقدرش تجيب ايه ثلاثه مع بعض، انت تقدر تجيب ايه واحدة. حد فاهم حاجة؟ يعني هل انا في الميكروسكوب الالكتروني اقدر احط ثلاث خلايا كلهم في الصورة؟ لا. لا، لازم الصورة غصب عني عشان قوة التكبير ايه؟ كبيرة، هيدخل جوه ايه؟ خلية واحدة. حد فاهم حاجة؟ يعني انا لو عايز اشوف خلايا جنب بعضها يفضل استخدم مين؟ لايت. اشمعنى؟ عشان هو مش بيعمل زوم جامد، هو بيشوف منين؟ من بعيد. فاذا الفيلد اكزامند اللي هو المجال بتاع الفحص اللي اقدر اشوفه بالنسبة لللايت ميكروسكوب بيكون ميني سيلز، يعني خلايا ايه؟ عديدة. انما الناحية التانية بيبقى خلية او اتنين بالكتير، لانه بيعمل ايه زوم جامد. حد فاهم حاجه؟ يعني انا لو عندي 3 4 خلايا او نسيج ما اقدرش ابص عليهم بالايه بالالكترون، انما اقدر ابص عليهم بالايه باللايت. حد فاهم النقطه دي؟ ها، لو انا عندي خلايا كتير افحصهم احسن بمين؟ باللايت مايكروسكوب. لو انا عندي بس خليه وعايز ابص جواها بقى كويس اخليني في الايه في الالكترون مايكروسكوب. خلصنا اول جدول عندنا في المنهج، مقارنه ما بين حاجه اسمها لايت والكترون مايكروسكوب. من الحاجات بقى اللي انا محتاج اوضحها لك كويس، خلي بالك احنا دلوقتي حصه تاسيسيه، احنا لحد حالا ما بدأناش في المنهج الفعلي، ولكن بدون الكلام اللي احنا بنقوله ده مش هتعرف انت تفهم الحصص اللي جايه. فالكلام ده مهم مش عشان الامتحان اكتر، وانما علشان انت تقدر تفهم المنهج كويس. هنتكلم عن اشهر صبغه في علم الهيستولوجي اسمها اتش اند اي، او اسمها هيماتوكسلين اند ايوسين. شايفين اول صفحه عندك تحت كده في مربع، ذا موست كومنلي يوزد ستين. انتوا مركزين معايا ولا ايه؟ بص كده على الجدول اللي تحت على المربع، هتلاقي كاتب لك ايه؟ ذا موست، يعني ايه الكلام ده؟ كومنلي يوزد ستين، الصبغه الاكثر استخداما في علم الهيستولوجي اسمها ايه؟ اتش اند اي. احنا بنكتبها كده في الامتحانات حتى، يعني الصبغه ده اسمها ايه؟ اتش اند اي، بتكتب كده في الامتحان. او يعني لو انت عايز تحفظ اسمها الكامل اسمها هيماتوكسلين اند ايوسين. حد فاهم؟ اسمها ايه؟ اند ايوسين. او يعني احنا اثناء الشرح واحنا شغالين جوه هنقول ايه؟ اتش اند اي، وفي الامتحان هتجي لك ايه؟ اتش اند اي. تعالى نفهم بقى، اسال سؤال، الصبغه دي بتستخدم مع مين؟ طبعا بتستخدم مع مين؟ مع اللايت. ما احنا خلاص بقى عرفنا ان ده ما بيستخدمش غير ايه؟ صبغه واحده اسمها اوزميك اسيد لونها اسود، انما الصبغات اللي في المنهج كله بتاعت مين؟ اللايت مايكروسكوب. مين اشهر صبغه بتستخدم؟ يعني انت دلوقتي في معمل الهيستولوجي لو احنا عندنا عينه، ايه اول حاجه بتيجي في دماغنا نحط عليها انهي صبغه؟ اتش اند اي. لو ما نفعتش بنحاول نجرب غيرها، فاهم؟ بس في الاول لازم نجرب مين؟ ال اتش ان دي. تعال نفهم صبغه ال اتش ان دي علشان فيها حوار شويه ومحتاج حضرتك تركز معايا. بص يا سيدي، الهيستولوجي طلع سهل ولا ايه؟ وليه لذيذ، او الدكتور هو اللي كويس يعني على حسب. ربنا يوفقكم. بص يا سيدي، بس الفهم بيريح، خلي بالك اللي انا بقوله لك ده كويس. انت الصفحه دي استحاله تاخد منك وقت في المذاكره، اشمعنى؟ انت خلاص انت فرمتها، انت كلمه كلمه عارف هي بتقول ايه، فاهم؟ غير لو انا حفظتها لك تفرق تتعبك، انما فهم تفهمها يبقى اسهل عليك. بص يا سيدي، عندنا صبغه اسمها ايه؟ اتش
مش ملاحظ حاجة انها اتش يعني كأنها كم جزء جزئين اتش يعني الحقيقة هم مش جزئين الحقيقة هم صبغتين مختلفتين عارف يعني احنا بنعمل ايه بناخد النسيج نحطه في صبغة اسمها ايه وبعدين نشيله وبعدين نحطه في ايه في الاي كده احنا عملنا ايه اتش اند اي فاهم حاجة يعني هي مش صبغة ايه واحدة لا ده انت بتاخد نسيج تحطه في الايه بس هو الموست كومنلي يوزد تكنيك ان احنا بناخد النسيج نحطه في الاتش وفي الاي فبنسميها ايه اتش اند اي ستيننج فهمتوا كده بص يا سيدي صبغه الاتش دي هي صبغه بيزك بيزك يعني صبغه ايه قاعديه وصبغه الاي هي صبغه اسيدك عارف يعني ايه يعني صبغه حمضيه خلي بالك ان انا بستخدم دايما الالوان دي حاجه انا عايز اقولها لك عشان تاخد بالك منها في الشرح ما بستخدمش الالوان عبثا يعني انا طول المنهج كله ان شاء الله لحد اخر يوم في السنه هتلاقيني لو انا بشرح الدرس ده 20 مره بعمل نفس الحركات دي ليه عشان في حاجه اسمها الهويه او النظريه الحاجه البصريه الذاكره البصريه ان انت عينك تبقى متعوده ان صبغه الاتش دي بتصبغ الحاجات باللون ايه الازرق وصبغه الاي بالاحمر وهكذا حاجات كتير في المنهج هتلاقيني لو لونها ازرق بعملها ازرق لونها احمر بعملها احمر لونها مختلف بنستخدم لونها على البورد الكلام ده بيفرق معاك انت بس يعني ان شاء الله خير طيب بقول لك ايه في قاعده بتقول ان الحاجه بتمسك في عكسها يعني انا عندي خليه ركز بقى معايا عشان الموضوع ده رخم شويه الخليه دي بيكون فيها حاجات بيزك وحاجات ايه اسيدك يعني في حاجات حمضيه وحاجات قاعديه صح فانا بجيب الخليه ركز معايا بحطها في صبغه الايه الاتش الاتش دي صبغه ايه بيزك بتصبغ ايه في الخليه الحاجات الحمضيه فاهم حاجه يعني انا لو جبت خليه الخليه دي الحاجه بتمسك في ايه في عكسها لو انا جبت خليه حطيتها في صبغه مين اللي هي البيزك ايه الحاجات اللي هتتصبغ في الخليه الحاجات اللي في الخليه تركيبها ايه اسيدك هي دي اللي هتاخد الصبغه الزرقاء فيطلع لونها ايه ازرق حد فاهم وبعدين بشيل العينه احطها في مين في الايه في الايوسين اللي هي تركيبها ايه اسيدك فايه اللي هيتصبغ في الخليه الحاجات البيزك هتاخد لون ايه احمر حد فاهم حاجه واضح ان الصبغه دي فيها كام جزء اتنين فيها جزء بيزك اللي هو الاتش وده بيصبغ الاشياء باللون الازرق يعني لو حاجه اتصبغت بالاتش بيطلع لونها ايه ازرق وفي صبغه اسمها ايوسين اللي هي لونها ايه احمر هي نفسها اسيدك فبتصبغ الحاجات البيزك والحاجات بيطلع لونها ايه الحاجات بيطلع لونها احمر لان اللي بتصبغ بمين بالاتش بيطلع لونه ايه ازرق واللي بتصبغ بالاي بيطلع لونه ايه طيب الاتش دي بيزك فبتصبغ الحاجات الاسيدك والاي اسيدك فبتصبغ الحاجات الايه البيزك طب ما تيجي نقولها بطريقه تانية معلش هسالك كده عشان حتى اطمئن قلبي نفترض ان في حاجه في الخليه اسيدك هتمسك في انهي واحده من دول في الاتش ليه لان الحاجه اسيدك بتمسك في طب الحاجه دي هيطلع لونها ايه في الميكروسكوب ازرق لانها مسكت في الاتش فالاتش دي لونها ازرق هتقوم ما حد فاهم حاجه فاهمين يا واد ولا ايه عندنا صبغه اسمها ايه اتش ان دي دي اشهر صبغه في الهيستولوجي الصبغه دي تتكون من جزئين بيزك واسيدك الحاجات الاسيدك في الخليه بتمسك في الصبغه البيزك وبيطلع لونها ازرق والحاجات البيزك في الخليه بتمسك في الصبغه الاسيدك ويطلع لونها ايه يعني من الاخر الصبغه دي بتطلع كام لون لونين ها الحاجه اللي بيطلع لونها ازرق بنسميها بيزوفيليك والحاجه اللي بيطلع لونها احمر بنسميها اسيدوفيليك يعني احنا عندنا في الهيستولوجي الازرق ما اسموش بلو مش في الحضانه احنا لا البلو اللون الازرق اسمه ايه يعني لما نيجي نشرح مثلا المره اللي جايه حاجه واقول لك الحاجه دي بيطلع لونها بيزوفيليك يعني لونها ايه ازرق طب لما نيجي الدرس اللي بعده واقول لك الميتوكوندريا بيطلع لونها اسيدوفيليك يعني ايه بيطلع لونها ازرق لونها ايه احمر واضح ان انا عندي لونين يبقى صبغه الاتش ان دي بتطلع لي كام لون لونين لون ازرق ولون احمر طب معلش هسال تاني معلش انا بس بحب اطمن على الموضوع ده الحاجه اللي طلع لونها ازرق كده اتصبغت بمين بالاتش الحاجه اللي طلع لونها احمر كده اتصبغت بالايه بالاي فهمت كده طب الحاجه اللي لونها ازرق بنسميها بيزوفيليك والحاجه اللي لونها احمر بنسميها اسيدوفيليك حتى بص الحركه دي بيزوفيليك بعرف ايه البي بيبقى الحاجات اللي هي لونها ايه بلو يبقى الحاجات الزرقاء اسمها ايه بيزوفيليك والحاجات اللي لونها احمر بتبقى ايه اسيدوفيليك هتقول لي طب ما ازرق بحرف الالف اقول لك يا عم كبر مخك بقى مشيها يا عم كبر مخك شويه فهمت كده الحاجات الزرقاء اسمها بيزوفيليك والحاجات اللي لونها احمر اسمها
اسيد وفوليك. ممكن نقرا المربع اللي عندك ده، لو انت في كتاب الكليه هتلاقيه هو هو، لو انت في المذكره بتاعتنا هتلاقيه هو هو، بس احنا مذكرتنا شكلها الطف شويه. بس قال هنا توكسلين، اقرا كده كاتب لك جنبها انها صبغه ايه بيزك، فبتصبغ الحاجات الايه اهو ستين زي ايه زي اسيد الكومبوننت، يعني تصبغ الاشياء الحمضيه وبتطلع لون ازرق اسمه بيزوفيلين. طب صبغه الايوسين دي صبغه ايه؟ ها صبغه ايه؟ اسيدك، فبتصبغ ستين الحاجات البيزك وبتطلع لون احمر، واللون الاحمر اسمه اسيدوفيلين. عندنا لونين في الهيستولوجي، الازرق اسمه بيزوفيلين والاحمر اسمه اسيدوفيلين. تيجي نبدا بقى عشان كل دي كانت انترودكشن. اول شابتر عندنا اسمه سيتولوجي. يعني ايه سيتولوجي؟ يعني علم الخليه. انا مش هطول على حضرتك، احنا النهارده بس انا جاي احببك في الموضوع. ان شاء الله يعتبر المحاضره الرئيسيه او بدايه المنهج من المره اللي جايه هيكون فيها تفاصيل عاليه، لكن المره دي هو اعداد بس. اللي مش هيسمع الكلمتين دول مش هيبقى مرتاح في الايه في الحصص اللي جايه. اول شابتر عندنا ده اسمه ايه؟ سيتولوجي. يعني ايه كلمه سيتولوجي؟ سايت يعني خليه، اولوجي يعني علم، فكلمه سيتولوجي يعني ايه؟ علم الخلايا، يعني هندرس الايه الخليه. طيب اول حاجه عندنا في المذكره، انا بحب امشي معاك كلمه بكلمه عشان انت تبقى مطمن، يبقى انت حاجتك مظبوطه معاك وتروح ما تحترش. اول حاجه هناخد ديفينيشن اوف ذا سيل، يعني ايه تعريف الخليه؟ يعني ايه الخليه؟ فالخليه از ذا سمولست بارت اوف ذا بودي، يعني اصغر جزء من جسم الايه الانسان. ذات كان اكزيست اندبندنتلي، يعني اصغر حاجه في الانسان نقدر ناخدها منه وتوجد منفصله، فاهم؟ يعني اصغر جزء اقدر افصله من الانسان عشان ادرسه هو مين؟ الخليه. فالخليه هو اصغر جزء من جسم الانسان يمكن فصله. عرفت يعني ايه كلمه ذات كان اكزيست اندبندنتلي؟ يعني يمكن ايه فصلها لوحدها. وتعتبر الخليه، الكلمه اللي جايه دي مهمه، تلاقيني عاملها لك باللون الاحمر. تعتبر الخليه هي البيزك ستراكشرال اند فانكشنال يونت اوف ذا بودي. عارف يعني ايه بيزك ستراكشرال؟ يعني الوحده البنائيه، الوحده البنائيه. اند فانكشنال يعني الوحده الوظيفيه اوف ذا بودي، يعني الجسم الايه الانسان. يبقى مين الوحده البنائيه والوظيفيه لجسم الانسان؟ السل. انت حضرتك علشان تفهم الانسان ده تركيبه ايه والحاجات شغاله جواه ازاي، لازم تعرف مين السل. عندنا يا اولاد في حاجه ان انا عندي دايما قبل ما ببدا اي شابتر كده، خلاص احنا خدنا تعريف الايه الخليه، هي اصغر وحده في جسم الانسان يمكن انها توجد منفصله وتعد هي الوحده البنائيه والوظيفيه لجسم الانسان. كلام في السهل منه قوي يعني. تعالى بقى نبدا حاجه اسمها مايند ماب. يعني ايه مايند ماب؟ خريطه ذهنيه لهذا الشابتر. يعني احنا هندرس ايه جوه الخليه؟ انا عايز اعرفك بقى هندرس ايه جوه الخليه. عرفت يعني ايه مايند ماب يا ولا ايه؟ خريطه. الخريطه دي ما بتبقاش موجوده في كتاب الكليه، امال بتبقى ايه؟ انا اللي بعملها لك تسهيلا للي جاي كده يعني. بص يا سيدي، الخليه بتتكون من شيئين. دي خليه بيبقى فيها سيتوبلازم وفي حته كده اسمها نيوكليس، عارفها اللي هي النواه. يبقى الخليه فيها كام حاجه؟ ها لا اللي علمنا يا مهندس قول تاني. هنبدا ندرس مين؟ الخليه. الخليه فيها كام حاجه؟ اثنين. السائل اللي في الخليه ده كده اسمه ايه؟ سيتوبلازم. والنواه اسمها نيوكليس. فالخليه كده فيها كام حاجه؟ اثنين. ايه هما؟ ها سيتوبلازم، ايوه، و نيوكليس. نيوكليس اللي هي النواه. طبعا الافضل ان احنا نبدا شرح بالسيتوبلازم، على الرغم ان ممكن تلاقي الكتاب يبدا بالنيوكليس، بس احنا صح عشان انت تحس ان المنهج ماشي معاك جميل نبدا بمنطقه، يعني ندرس مين الاول؟ منطقه الايه؟ السيتوبلازم. يحتوي السيتوبلازم على ثلاثه اشياء، ركز معايا. اولا في حاجه اسمها سيتوزول، فاهمه، او اسمه ماتريكس. ثانيا في حاجه اسمها اورجانيلز، ما تقلقش انا هفهمك دلوقتي. ثالثا في حاجه اسمها انكلوجنز. ايه ده؟ دي الحاجات اللي موجوده فين يا ولاد؟ في السيتوبلازم. لا انا عايز تركيز، انا بدات كده اعتبر اشرح المنهج. انا عندي بندرس الخليه، الخليه فيها كام حاجه؟ اثنين. ايه هما؟ سيتوبلازم ونيوكليس. ايه رايك الاسهل ان احنا نبدا منين؟ السيتوبلازم ده هلاقي فيه كام حاجه؟ اول حاجه حاجه اسمها ايه؟ سيتوزول او ماتريكس. ده عباره عن الفلويد السائل الخلوي، اكتب عليه كده بالعربي. ها ان السيتوزول ده هو عباره عن ايه؟ السائل الخلوي، اللي هو السائل اللي موجود جوه الخليه. واحد يقول لي
في حاجة انا مش فاهمها، اكتب بس الاول وبعدين انا اقول لك. اكتب ان سيتوزول يعني ايه، اللي هو الماتريكس يعني اللي عندك ده، هو اسمه سيتوزول او اسمه ايه ماتريكس. اتعود في الهيستولوجي ان لما يكون حاجة ليها اكتر من اسم تعرف كل الاسامي، لان اللعب في الامتحان بالاسامي التانية. ها فكك من الصورة ما تقلقش، يعني الصورة دي حاجة تجميلية، خليك في المايند ماب. ها يبقى اول حاجة يا ولاد عندنا السائل اللي موجود جوه الخلية اسمه ايه؟ ها سيتوزول او اسمه ايه ماتريكس. واحد هيقول لي طب ثانيه واحده بس كده عشان انا الامور اختلطت معايا، انت دلوقتي لسه من شويه من 5 ثواني كنت بتقولي ان السائل اسمه ايه سيتوبلازم، ودلوقتي بتقولي السائل اسمه ايه؟ طب هو السائل اسمه ايه بقى، انت لخبطتني. اقول لك لا، بص يا ولاد، السائل اللي جوه الخليه لوحده بدون العضيات اسمه ايه؟ سيتوزول او ماتريكس. لكن السائل بالميتوكوندريا بالريبوزوم بالعضيات بالجماعه دول كلهم اسمهم ايه؟ سيتوبلازم. واحد اقول لي برضو ممكن تديني مثال عشان افهم، اقول لك اه تخيل ان احنا في خليه، ركز بقى معايا، انتوا عضيات وفي هنا ميه، السائل لوحده اسمه ايه؟ سيتوزول او ماتريكس. طب احنا كلنا بقى السائل بالعضيات اللي فيه اسمهم سيتوبلازم، يعني مين اعم واشمل؟ السيتوبلازم ده حاجه ايه كبيره، من ضمن مكونات السيتوبلازم السائل اللي جواه اللي اسمه ايه؟ سيتوزول او ماتريكس. حد فاهم الفرق ما بينهم؟ ها مين اكبر من مين؟ سيتوبلازم اكبر من الايه؟ من السيتوزول. السائل اللي جوه الخليه اسمه ايه؟ ها السائل اللي جوه الخليه اسمه ايه؟ ها سيتوزول. او طب السائل مع العضيات مع سيتوبلازم، فهمت كده؟ ممتاز. طب السائل اللي جوه الخليه ده فيه ايه؟ يعني ركز معايا كده، احنا جوه الخليه اهو فيه ايه؟ سائل. السائل ده تركيبه ايه؟ اول حاجه لازم يكون فيه ووتر، يعني ايه ميه، اكيد الخليه فيها ميه، والميه دي مذاب فيها اشياء اخرى، يعني فيها مثلا بروتينز، ليبيد يعني دهون، كربوهيدرات يعني كربوهيدرات، كل دي حاجات مذابه فين؟ وانزيمز انزيمات ايونز معادن، كل دي حاجات موجوده في الايه؟ في الميه. عرفت السائل ده بيتكون من ايه؟ تعالى نقراه. يعني ايه سيتوزول او ماتريكس؟ ذا فلويد كومبوننت، يعني ايه؟ السائل الخلوي. خلاص؟ يتكون من ايه؟ قول كده. ها؟ ليبيد يعني دهون، ها؟ بروتينز، كربوهيدراتس، مينرالز يعني معادن، ايونز يعني ايونات بقى، كالسيوم ومش عارف ايه ايونات، ها ووتر يعني ايه ميه. عرفت يا ولاد السائل اللي جوه الخليه اسمه ايه؟ اسمه سيتوزول او اسمه ماتريكس، وعرفت هو عباره عن ميه، والميه دي مذاب فيها اشياء اخرى اللي هي بروتينات ودهون وسكريات، كلام سهل قوي. تعالى بعد كده على في حاجه اسمها اورجانيلز وحاجه اسمها ايه؟ انكلوجنز. الاثنين دول يا ولاد عكس بعض تماما. بالعربي لو انت عايز تترجم، على فكره انا معاك في الاول في الترجمه، لكن انت بعد شويه هتحس نفسك بقيت استاذ لدرجه ان انت مش عايز تترجم، الحاجات بقت ماشيه معاك حلاوه. بص كده، اورجانيلز معناها عضيات الخليه، انكلوجنز معناها المخزنات اللي جوه الخليه. ده الترجمه الحرفيه بس كفهم بقى لسه هفهمك. انت فهمت بقى ان سيتوزول ده عن السائل الايه؟ الخلوي، السائل اللي جوه الخليه. وبعدين ها اورجانيلز انا بكلمك الاول في الترجمه الحرفيه، ها يعني ايه عضيات، انكلوجن يعني ايه؟ طب احنا عايزين نفهم بقى يعني ايه عضيات ومخزنات. عضيات الخليه الاورجانيلز هي الحاجات الاساسيه داخل الخليه والتي تتوقف عليها حياه الخليه، واذا مرض او باظ احد العضيات الخليه بتبوظ. عارفين العضيات دي زي مين؟ ميتوكوندريا، ريبوزوم. ايه رايك لو الميتوكوندريا باظت الخليه هتموت؟ لو الريبوزوم باظ الخليه هتموت. واضح ان العضيات دي هي الحاجات الاساسيه الرئيسيه التي يقوم عليها حياه الخليه. يبقى مين اللي اساسي وضروري جوه الخليه، اورجانيلز ولا انكلوجن؟ لا مين؟ الاورجانيلز هي الحاجات الاساسيه الضروريه المهمه في حياه الخليه، اللي بدونها الخليه تبوظ. عارف انت لو الاورجانيلز باظت يحصل عند الانسان امراض، يعني انت بيحصل لك مرض ازاي؟ ان عضيات الخلايا بتاعتك بدات ايه؟ تبوظ، فاهمين؟ طيب يبقى احنا عرفنا ان العضيات، عشان كده هتلاقيني كاتب لك تحتها ايه بقى العضيات؟ انها اسينشال. عارفين يعني ايه كلمه اسينشال؟ يعني اساسيه او ضروريه، او اقرا معايا كلمه كلمه. والليفنج عارف يعني ايه؟ حيه. عندكم الكلام ده ولا ايه؟ ها؟ وبيرمننت، بيرمننت يعني دائمه، يعني دايما موجوده، ما ينفعش خليه ما فيهاش عضيات، لازم تبقى ايه؟ موجوده. وميتابوليكالي اكتف يعني نشطه كيميائيا، انها دايما عماله تستهلك طاقه وتصنع وتشتغل. مين اللي ده شغال على طول؟ الايه؟ العضيات. تاني، العضيات دي حاجات اساسيه ولا اساسيه وضروريه ومهمه في حياه الخليه؟ ترجم معايا كلمه كلمه. ليفنج يعني حاجات حيه، ها بيرمننت يعني دائمه،
اسينشال يعني اساسيه، ميتابوليكالي اكتف يعني نشطه كيميائيا بتستهلك طاقه وبتشتغل، وعندها فايتال فانكشن يعني لها وظائف اساسيه في الخليه. ها عرفت كده؟ يبقى عندها فايتال فانكشنز يعني تؤدي وظائف اساسيه داخل الخليه. عارف مين بقى عكس كده؟ الانكلوجن. عارفين يعني ايه انكلوجن؟ انكلوجن يعني حاجه متخزنه فائضه عن احتياج الخليه، يعني الخليه مش ايه؟ مش محتاجاها قد كده. اقول لسيادتك على حاجه، واحد بياكل كتير دهون زي حالاتي مثلا، يعني مش عايزين نروح بعيد عشان ما نغلطش في بعض، واحنا كده كده يعني ما علينا بس ما تضحكش عشان عيب يا عم، بهزر معاك تضحك شغلانه. بص يا سيدي، واحد بياكل دهون كتير، اكيد انت شفتني على تيك توك في عزايم وبتاع وبوزع على ناكل، اكيد ما شفتش هتشوف ان شاء الله. بص يا سيدي دلوقتي حضرتك، واحد بياكل دهون كتير، الدهون الكتير دي لما بتدخل جوه الجسم بتبدا تتوزع على الايه؟ على الخلايا. فمثلا دي خليه من خلايا انا شخصيا، شفت يا اخي بضرب نفسي مثال ازاي؟ دلوقتي الخليه دي هتلاقي جواها قطع ايه؟ دهون زياده عن حاجه الايه؟ الخليه، بسبب ان انا عمال اكل دهون ايه؟ زياده. فاهم حاجه؟ هسالك سؤال بقى، هل الدهون اللي جوه الخليه دي الزياده دي اساسيه في الخليه ولا حاجه فايضه عن الاحتياج؟ الحاجه الفايضه عن حاجه الخليه بيبقى اسمها ايه؟ حد فاهم حاجه؟ ايه الفرق بين اورجانيلز وانكلوجن؟ ان الاورجانيلز هي الحاجات الاساسيه الضروريه المهمه في حياه الايه؟ الخليه، لكن الانكلوجن هي الحاجات اللي مش اساسيه قوي في الخليه. عشان كده اقرا هتلاقي الكلام معكوس. يعني مثلا اول واحده كنا بنقول ليفنج، لا دي ايه؟ نون ليفنج. اول واحده كنا بنقول عليها اسينشال، تبقى دي نون ايه؟ نون اسينشال يعني مش اساسيه. دي كانت بيرمننت يعني دائما، انما دي تمبرري. عارف يعني ايه كلمه تمبرري؟ عارف يعني ايه مؤقته؟ صارك سؤال، لو انا بطلت اكل دهون لا قدر الله يعني، او عملت دايت او الكلام ده يعني ان شاء الله لا، فاهمني؟ ماشي، انا لما اعمل كده ايه اللي هيحصل في كميه الدهون اللي في الخلايا؟ هتقل وممكن تختفي خالص. طب الميتوكوندريا هتقل؟ لا ملهاش علاقه. فواضح ان مين اللي لازم يبقى موجود، انما مين اللي بيروح ويجي ويزيد ويقل؟ الانكلوجن دي تمبرري يعني حاجه مؤقته، ممكن كميتها زيد ممكن كميتها تقل. فاهمين يا اولاد انا اقصده؟ ممتاز. وبتبقى نوت اسينشال وميتابوليكالي انرت، عارف يعني ايه؟ خامله كيميائيا يعني ما بتعملش حاجه جوه الخليه. عارف يعني كانها مرميه كده على جنب، كان احنا عندنا خليه وفي شويه دهون ايه؟ مركونين على جنب كده. فهمت كده؟ فبنقول عليها انرت. عارف يعني كلمه انرت دي ولا ايه؟ خامله. واحد يقول لي احنا استفدنا ايه من اللي احنا عملناه دلوقتي؟ اقول له استفدنا كتير جدا. ان انت حضرتك دلوقتي بص كده ركز معايا، عارفين احنا هنشرح ايه المحاضرات القادمه؟ بص يا سيدي، المفروض ان احنا بندرس جزء الايه؟ السيتوبلازم. قبل مين؟ النيوكليوس. طيب السيتوبلازم جواه اول حاجه مين؟ السيتوزول. ده احنا خلصناه خلاص، يعني انت مش مقرر عليك في المنهج عن السائل الخلوي اكتر من ان انت تعرف اسمه وان هو فيه شويه بروتينات ودهون، خلاص كده. هندرس بقى مين بعد كده؟ ايه رايك؟ دي بقى هتاخد معانا محاضرات كتير، يعني احنا هنفضل مثلا اربع محاضرات، يعني المحاضره اللي جايه واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها بنعمل ايه؟ بنشرح العضيات. واحده هسال بقى سيادتك سؤال كده، بما ان انت انسان عظيم بدات تفهم الهيستولوجي، سالك سؤال، اشمعنى دي اللي بتتاخر معانا كده في الشرح؟ عشان هي الحاجه الاساسيه، فانا عايز افهمها عدل، عشان هي دي اللي بتاثر على حياه الانسان وتعمل له مرض او مش مرض. فمين اللي هنتاخر فيه في الدراسه؟ الاورجانيلز. بعد ما نخلص الاورجانيلز ندخل على ايه؟ بعد ما نخلص الانكلوجن ندرس مين؟ كده حضرتك فهمت الايه؟ الخطه اللي احنا ماشيين بيها جوه الشابتر، ما بقاش ماشي عشوائي. ممتاز. طيب يبقى احنا المحاضرات اللي جايه حضرتك هنتكلم عن مين؟ ما تنطق انت هو خليش بقى، عشان دي اول محاضره ما تخليش. ها اول محاضره هنتكلم عن مين المحاضرات اللي جايه؟ ها الاورجانيلز، العضيات. العضيات في منها نوعين، في عضيات اسمها بص عندك في الجدول كده ممبرينس اورجانيلز، اكتب عليها بالعربي يعني عضيات مغلفه. مغلفه يعني عليها ايه؟ ممبرين. ممبرين يعني عليها غشاء او غلاف. يبقى العضيات فيها كام قسم؟ ممبرينس. وفي حاجه اسمها نون ممبرينس، يعني عضيات بدون ايه؟ بدون غلاف. حد فيهم حاجه في الحياه؟ العضيات في منها كام نوع؟ في عضيات عليها غشاء وفي عضيات ايه؟ بدون غشاء. طيب بناء على ايه؟ يعني احنا مثلا اهو تخيل ان احنا عضيات، خلي بالك ان احنا هنقعد في المنهج نتخيل دايما ان احنا جوه الاشياء، درجة ان احنا نتخيل احيانا ان احنا جوه يعني ربنا يستر، فاهمني؟ بس كل حاجه ندرسها هندخل جواها، فالموضوع طبعا احيانا بيبقى مزعج بالنسبه لك، لكن انا تمام يعني مش باين. بص يا سيدي،
تخيل ان احنا في خليه وحضراتكم العضيات. احيانا في عضيات بتلاقي عليها ايه؟ غلاف، وفي عضيات ايه؟ مكشوفه من غير ايه؟ غلاف. بناء على ايه؟ بناء على خطورتها. يعني ايه بناء على خطورتها؟ يعني اذا كانت العضيه جواها انزيمات، يعني مثلا عارفين الميتوكوندريا؟ الميتوكوندريا دي مليانه ايه من جوه؟ انزيمز. فالانزيمات اللي جواها دي لو اتسربت وطلعت براها بتموت الخليه، خطر. فاحنا نعمل ايه في الميتوكوندريا؟ نغلفها. حد فاهم حاجه؟ يبقى اذا كانت العضيه تحتوي انزيمات وفيها خطوره، لا نعمل ايه؟ نغلفها. طب افرض مثلا حاجه زي الريبوزوم. الريبوزوم بيبقى موجود ما عليهوش ايه؟ غلاف. عارف ليه؟ عشان ما فيهوش انزيمات وما فيهوش اي خطوره، فعادي يعني. فهمت كده؟ العضيات يا اما مغلفه يا اما بدون غلاف. لو مغلفه، مغلفه ليه؟ عشان فيها انزيمات والموضوع خطر، فمش عايزين انزيمات تطلع براها. حد فاهم حاجه في الحياه؟ ها؟ طيب لو مش مغلفه بيبقى ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش انزيمات. فهمنا؟ مين هم العضيات اللي عليهم غلاف؟ مين هم العضيات اللي ما فيش عليهم غلاف؟ انا مش عايز حضرتك تحفظهم دلوقتي، لان احنا هندرسهم تباعا. يعني احنا نبدا من المره اللي جايه ندرس الايه؟ العضيات، فهنعرفهم تباعا. بس انت لو عندك فضول، يعني احنا عندنا زي ما انت شايف كده خمس حاجات عليهم غلاف، اللي هم السيل ممبرين والميتوكوندريا وحاجه اسمها الشبكه الاندوبلازميه وجهاز جولجي ولايزوزوم. ايه دول؟ دي الحاجات اللي احنا هندرسها هيكون عليها ايه؟ غلاف. بس انا رايي ما تحفظش حاجه دلوقتي. وفي اتنين بس بدون غلاف، ها؟ الريبوزوم وحاجه اسمها سنتريولز، او بيقولوا عليها بالعربي الاجسام المركزيه. ما تقلقش، كل واحده من دي احنا هنعرفها تفصيلا. اخر حاجه محتاجه اوضحها لك عشان يبقى احنا كده خلصنا المقدمه بتاعتنا وجاهزين للشرح المره اللي جايه. بما ان احنا هندرس يا اولاد عضيات، شوف احنا هندرس كام عضيه دلوقتي؟ شفت اهو، سبعه اللي هم الخمسه اللي هم ايه؟ مغلفين، والاثنين اللي هم ايه؟ اللي بدون غلاف. طيب السبعه دول هنبقى ماشيين فيهم بنفس السكيما. يعني ايه بنفس السكيما؟ نفس النسق. يعني وانا بشرح غشاء الخليه ايه اللي بالصفحه، معلش عشان تفهم اللي انا بقوله. ايوه الناحيه الثانيه، ايوه اللي هي صفحه اربعه، خليك على دي. في حاجه اسمها جنرال سكيما اوف اورجانيلز. يعني ايه؟ ده الطريقه اللي انا همشي بيها وانا بشرح اي حاجه من العضيات. يعني لو انا بشرح ميتوكوندريا او ريبوزوم او الشبكه الاندوبلازميه او جهاز جولجي او اي حاجه، هتلاقيني ماشي بنسق معين في الشرح. ان انا دايما في البدايه بعمل لك حاجه اسمها ديفينيشن، يعني ايه؟ تعريف. يعني احنا مثلا هندرس الميتوكوندريا، هنعمل ايه في الميتوكوندريا؟ اول حاجه هنعمل ايه؟ ندرس لها تعريف، نشوف تعريفها ايه. ما مركزين معايا ولا عاملين كده؟ انتوا ساكتين ليه؟ سكتوا؟ انتوا بتركزوا بتسكتوا؟ ما تعمل اي حاجه تديني انطباع ان انت شغال معايا. ماشي يا عم، نكتب الكلمتين. ايه رايك بقى في الاستورج انت هو؟ شفت الموضوع طلع؟ او الدكتور شاطر يعني، فاهم؟ خلينا نفكر فيها بعدين يعني. تمام؟ يلا بينا. بص يا ريس، عندنا هنتكلم عن حاجه اسمها جنرال سكيم اوف الاورجانيلز. يعني ايه؟ شكل الدرس في العضيات. اي حاجه من العضيات هندرسها، مثلا ميتوكوندريا، ريبوزوم، اي حاجه هنتكلم فيها عن عناوين محدده. ايه العناوين اللي احنا اول حاجه الديفينيشن، يعني ايه؟ تعريف. يعني مثلا المره اللي جايه، عارف لو ما قلتهاش المره اللي جايه هزعل قوي، هنبدا ندرس اول حاجه من العضيات. انت ايه رايك؟ ايه اول حاجه هقولها لكم؟ هقول لك يلا نعرفها، نعمل ايه؟ ديفينيشن، تعريف. وبعدين هقول لك تعال نبص على العضيه دي باللايت مايكروسكوب، تعال نبص عليها بايه؟ الالكترون مايكروسكوب. ما انا اتفقت معاك ان اي حاجه هندرسها هنبص عليها كم مره؟ فهنمسك مثلا الميتوكوندريا، اقول لك والله وانا ببص عليها في الميكروسكوب الايه؟ ضوئي، لقيتها نقطه لونها احمر. لما ابص عليها في الميكروسكوب الايه؟ الكتروني، لقيتها كبيره وعليها غشائين ومن جوه فيها. مين اللي بيطلع دايما كلامه اكتر؟ انت ايه رايك؟ الكترون. اشمعنى؟ عشان هو اللي بيديك ايه؟ تفاصيل. فانت هتشوف حاجات كتير، فهتلاقي دايما وانت بتدرس اي درس اللايت بيبقى ايه؟ اللايت بيبقى الاصغر، لكن الالكترون هو اللي بيبقى فيه ايه؟ تفاصيل كتير. بعد كده هيبقى فيه عنوان اسمه ستراكشر. ستراكشر يعني ايه؟ التركيب. فاحنا مثلا لو عندنا ميتوكوندريا هندرس ايه؟ تركيبها. وبعدين فانكشنز، يعني الوظائف. وبعدين في النهايه بيبقى فيه حاجه اسمها كلينيكال نوتس، يعني الامراض المتعلقه بهذا الدرس. انا هسالك سؤال، واحنا ليه بندرس الحاجات؟ عشان نعرف الامراض الايه؟ المتعلقه بيها. يعني احنا مثلا درسنا الميتوكوندريا، بعد ما نخلص الدرس هقول لك تعالى نتخيل ان في طفل اتولد عنده خلل في الميتوكوندريا. اكيد هيحصل له ايه؟ مرض. هنبدا بقى نشوف ايه الامراض المتعلقه بدي. طب الريبوزوم، افرض واحد عنده مشكله في الريبوزوم، فاهم؟
حد يعرف ايه الحاجات اللي احنا ندرسها جوه كل درس؟ ايه هي؟ تعريف، وبعدين هنبص على الحاجه دي بالايه. انتوا بتناموا ولا انا شرحي حلو ولا صوتي حلو ولا انت اهو ها هنبص عليها بالايه؟ الله ربنا يخليك. تمام بالايه؟ ها باللايت، وبعدين نبص عليها بالايه؟ بالالكترون، وبعدين ندرس التركيب الوظائف، وبعدين ناخد الامراض المتعلقه بهذا الدرس. معلش هقول لك كلمتين كده برضو يساعدونا المره اللي جايه، ويبقى انا كده تمام واديت الرساله بتاعتي بتاعت التاسيس على خير، ونبدا بقى المره اللي جايه. بص يا سيدي، لو انت بتعمل تعريف يفضل تكتب حاجتين في التعريف. اول حاجه تقول لي العضيه دي ممبرينس ولا نون ممبرينس. يعني مثلا تعال نعرف الميتوكوندري، اول كلمه في تعريف الميتوكوندري هتقول لي ممبرينس اورجانيل، يعني احد العضيات المغلفه. للريبوزوم تقول لي نون ممبرينس. واضح ان انت عشان تعرف اي حاجه لازم في الاول تقول لي يعني ايه ممبرينس ولا نون ممبرينس قبل ما نبدا كلام. وبعدين تقول لي الجنرال فانكشن، عارف يعني ايه الوظيفه العامه؟ يعني مثلا الميتوكوندريا بتنتج ايه؟ طاقه. والريبوزوم بينتج ايه؟ بروتين. تعال نعمل تعريف الميتوكوندري. ها ممبرينس اورجانيل اند اتس فانكشن از انرجي برودكشن، وانها مسؤوله عن انتاج الايه؟ الطاقه. كده يبقى انت عملت تعريف للميتو. طب الريبوزوم هتقول لي ايه؟ نون ممبرينس وبيعمل بروتين فورميشن مثلا. يبقى كده انت واضح عرفت التعريف بيبقى فيه ايه؟ تقول لي الاول عليه غلاف ولا ما عليهوش، وبعدين تقول لنا الوظيفه. بعد كده بنبص على الحاجه بمين؟ باللايت مايكروسكوب. على فكره اللايت مايكروسكوب احيانا هتبقى فيه حاجات سين اور نوت سين، عارف يعني ايه؟ يعني في حاجات في المنهج هتيجي تبص عليها في اللايت مش هتشوفها، لان هو اصلا قوه تكبيره ايه؟ ضعيفه. فمش كل الحاجات بايه؟ لكن مين اللي بيبين كل حاجه بنزينه؟ الميكروسكوب الايه؟ الالكتروني. واوعى تنسى ان اللايت مايكروسكوب بنستخدم معاه ستين صبغات. طب الميكروسكوب الالكتروني بيطلع الصوره، طبعا بيديك مور ديتيلز، عارف يعني ايه؟ تفاصيل عاليه، وبيطلع الصوره ابيض وايه؟ واسود. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. ما انا هقول لحضرتك على حاجه، دلوقتي احنا اتفقنا انه بيطلع ابيض وايه؟ واسود. الحتة اللي بتطلع لونها اسود، طبعا انت راجل طيب مفكر ان اسود يعني ايه؟ دارك بقى، ما انت غلبان. ابيض يعني ايه؟ لايت. الكلام ده مش في الهيستولوجي. اللون الاسود في الهيستولوجي بنسميه الكترون دنس، واللون الابيض بنسميه الكترون ليوسنت. حد فاهم يعني انا عايز اقول ايه؟ دلوقتي لما يجي المره اللي جايه اقول لك ايه؟ والله انا جيت ابص في الميكروسكوب لقيت حاجه لونها الكترون دنس، يعني لونها اسود، يعني لقيت حاجه لونها الكترون ليوسنت لونها ابيض. حتى بص الحركه دي، بص دارك دنس لايت ليوسنت اهي شغاله. بس العلم محتاج منك شويه تركيز والموضوع بيخلص يا سيدي الفاضل. الدارك اسمه تاني ايه؟ الكترون دنس. واللايت اسمه انت بتتاسس بشكل مرعب. انت لو جيت تقرا دلوقتي كتاب الكليه مثلا تلاقي ايه؟ يقول لك والله انا ببص على حاجه لقيتها الكترون دنس، وببص جنبها لقيت الكترون ليوس. طبعا انت هو بيتكلم، بس انت انسان جميل فاهم ان الكترون دنس يعني لون اسود، والكترون ليوس يعني لون ابيض. بعد كده بعد ما بنجيب الحاجه نعرفها ونبص عليها باللايت ونبص عليها بالايه؟ ها بالالكترون، بندرس التركيب. احيانا في حاجه ان في دروس بيبقى مش مكتوب فيها التركيب. اذا كان الدرس مش موجود فيه عنوان اسمه ايه؟ بنعتبر ان الاستراكشر هو ال ام والاي ام. ازاي يعني؟ يعني مثلا نفترض ان انا دلوقتي في درس الميتوكوندري، عارف الميتوكوندري في الكتاب مكتوب ايه؟ ديفينيشن ال ام اي ام مفيش ايه؟ طب افرض بقى انا جيت سالتك سؤال وقلت لك قول لي الاستراكشر، هتقول لي مين؟ ال ام والاي ام، لان هم دول بيوصفوا التركيب. فانت لو مفيش عنوان في الدرس صريح اسمه استراكشر، لو جيت انا سالتك بقى قلت لي اقول لك استراكشر اوف ميتوكوندريا، اقول لي حاضر هوصفها لك باللايت والالكترون مايكروسكوب، يعتبروا هم الاستراكشر التركيب. بعد كده بندرس الايه؟ الفانكشنز. ويراعى في الوظائف حفظها على حسب الاهميه. يعني نفترض ان في حاجه فيها خمس وظائف، الصفحه دي كلها نصايح خلي بالك. انا دلوقتي بنحفظ حاجه لها كام وظيفه؟ بتحفظهم ازاي؟ عشوائي؟ لا بالاهم. يعني ايه؟ ما ينفعش اسالك ايه وظائف الميتوكوندريا، لابد رقم واحد تقول لي انتاج الايه؟ الطاقه. وبعدين ربنا يسهل بقى في حاجات تانية، بس انا ماليش دعوه، انا يعني فاهم اهم حاجه تقول لي ايه؟ وبعدين بقى قول لي والله ده بتساعد على تخزين الكالسيوم، ده بتساعد على حاجات تانية فرعيه. لكن لابد ان انا لما اسالك عشان تطلع انسان انت فاهم قدامي،
ان احنا لما نيجي نذاكر الوظائف اقول لك سمع لي وظائف الميتوكوندريا، تقول لي رقم واحد انتاج الطاقه، رقم اتنين انما ما تقوليش ايه رقم واحد مش عارف، لازم الحاجه الايه الاساسيه في الاول. واحنا في المذكره مرتبين كل حاجه بالترتيب الاهم، يعني كل حاجه وظيفتها بالاهم بتبقى رقم ايه رقم واحد. كلينيكال نوتس زي ما قلت لك كده انها الامراض المتعلقه بالدرس. اخر سطر اللي مكتوب بالعربي ده احنا مش عايزين خلاص. طيب كده حضرتك عملنا ايه النهارده؟ ركز بقى معايا. عرفنا ان علم الهيستولوجي بيدرس الانسجه الطبيعيه، ولكن عشان يدرس الانسجه الطبيعيه بتاعت جسم الانسان بيبص عليها بالمايكروسكوب، وان احنا بنستخدم كم ميكروسكوب في ان احنا اتنين، في حاجه اسمها لايت مايكروسكوب والكترون مايكروسكوب، وكل منهم كل واحد عنده مميزات وعيوب. اكبر ميزه في اللايت مايكروسكوب انه بيطلع الصوره ملونه، وبنستخدم معاه ستينز، ولكن اكبر عيب فيه ان قوه التكبير بتاعته ضعيفه لا تتعدى ال 1500 مره، بينما الميكروسكوب الالكتروني من مميزاته ان قوه التكبير بتاعته عاليه جدا، لكن الوانه بتبقى بس شيدز اوف جراي اللي هو الدرجات اللي ما بين الابيض والاسود، او ما بين الالكترون دنس والالكترون ليوسنت. يا صاحبي يا عالم يا جميل، فاهم ياض حاجه ولا ضيعنا؟ تمام. بعد كده حضرتك عرفنا ان اول شابتر عندنا اسمه سيتولوجي اللي هو علم الخليه، يا نهار اسود، وان الخليه تتكون من سيتوبلازم ونيوكليس. اتمسحت؟ انا حاسس انها مسحتها من دماغك مش من على السبوره. وان السيتوبلازم فيه سائل وفيه عضيات مهمه اورجانيلز، وفيه حاجات متخزنه انكلوجن، وان العضيات فيه منها نوعين، يا اما عليها غلاف يا اما بدون غلاف، وان في كام حاجه هندرسها عليها غلاف؟ خمسه. وفي كام حاجه معلهاش غلاف؟ وان احنا لما نيجي ندرس اي حاجه من العضيات هنتكلم عن التعريف بتاعها وصورتها في اللايت مايكروسكوب وصورتها في الالكترون مايكروسكوب والتركيب بتاعها والوظائف والامراض المتعلقه بهذا الدرس. كده حضرتك مستعد المره القادمه ان احنا نبدا في علم الهيستولوجي. بس اشوفكم على خير المره اللي جايه.